دفعة أولى من أصل 4 دفعات ستصل تباعا إلى لبنان خلال شهر نيسان وصلت إلى مطار بيروت آتية من موسكو. طائرة روسية تحمل على متنها 36 طنا من المواد الغذائية والإيوائية تسلمتها الهيئة العليا للإغاثة في المطار، ممثلة بأمينها العام العميد إبراهيم بشير، في إطار دعم الدول المانحة للحكومة بشأن النازحين السوريين إلى لبنان. السفير الروسي الذي كان في استقبال الطائرة أكد أن روسيا لا تقوم بهذا الأمر للدعاية، إنما بتحاول تسهيل أحوال النازحين وتخفيف الأعباء التي يتحملها لبنان دولة وشعبا. وأكد النهج المستقيم لروسيا الاتحادية لمصلحة تسوية سياسية لنزاع سوري عن طريق وقف العنف في هذا البلد وإجراء الحوار بين السلطات والمعارضة وفقا لبيان جنيف. هذا الطريق إلى تطبيق لبيان جنيف وليس الإجراءات الأخرى التحريضية أو غيرها التي تعرقل التسوية. والآن نحن شايفين خلال الأيام الأخيرة انتشار الأوسع للأعمال الإرهابية. وفي سياق متصل، فقد تمنى السفير الروسي أن يتغلب لبنان على كل الصعوبات لإيجاد المخرج للأزمة، وذلك من خلال إجراء الانتخابات، مؤكدا أن بلاده تشجع كل الأطراف على إيجاد القواسم المشتركة لكي يحصل التوافق في هذا البلد قبل كل شيء.